احتفل دير القديس الأنبا توماس بالخطبة يوم الجمعة اللي فات بتذكار مجيء القديس الأنبا ساويروس الأنطاكي لمصر. قام نيافة الأنبا ساويروس أسقف ورئيس أديرة القديس الأنبا توماس السائح بالخطبة بالمنوفية وإخميم بسوهاج ودير الشهيد ماري بؤطر بالخطبة، ونيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس دير القديس العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسة بالمنيا بصلاة العشية والقداس. وخلال الصلاة تم تطيب رفات القديس ساويروس الأنطاكي. نتابع. نست السمائي في صفوف المجاهدين، نسك راعي وأمين أبو ساويروس الأنطاكي. من مدينة سوزيولوس حرك راعي وقدس، تعلم درنا في أبو ساويروس الأنطاكي. وخمسين ولد قديس عظيم أنبا ساويروس الأمين أبو ساويروس الأنطاكي. كان دايما فكره مشغول بالفلسفة والعلوم واللغة والبيان والقانون أبو ساويروس الأنطاكي. أتى إلى الإسكندرية ودرس اللاهوتية، صار صاحب حب قوية أبو ساويروس الأنطاكي. وفيها شهد له من أنه سيروي جميع الناس مما يعرفها وخلاص أبو ساويروس الأنطاكي. أرسلت العناية الإلهية إلى صديقه زكريا يبشر بالمسيحية أبو ساويروس الأنطاكي. وبكلامه أمن ساويروس فاعتمد على اسم يسوع وكان أشد منه أفرزه أبو ساويروس الأنطاكي. شعر بحنين فسافر أورشليم مدينة الملك العظيم أبو ساويروس الأنطاكي.